للحديث أكثر عن استمرار أزمة الرواتب ودخول شرائح جديدة في الأزمة في ظل الفساد الحكومي الذي يعيشه العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة غداب فالح الكبيسي. دكتورة غداب، مرحبا بك. اليوم المدعي العام في إسبانيا فتح تحقيقا مع الملك السابق على خلفية تهم بالرشا والفساد، يعني ما الذي يمنع العراق من محاسبة المسؤولين وقد صنف اليوم في المرتبة 168 عالميا بمحاربة الفساد بحسب معهد الشرق الأوسط للدراسات؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني خلينا نفكر بالشيء بشكل التالي، وخلينا نرجع إلى سنوات سابقة. في آخر حكم السيد العبادي كان هنالك فريق الدولي للفساد، هذا الفريق قام بتقديم 113 ألف ملف فساد، وتم تأشير 77 وزيرا ونائبا، يعني في بين هذا الرقم تم تقديمهم على أساس هؤلاء مفسدون وبالتالي يجب أن يعملوا على مقاضاتهم وإلى آخره، ولكن لم يتم العمل أي شيء بلا 113 ألف ملف فساد ولا ب 77 وزير، ولم نسمع شيئا عن أي محاكمة أو مقاضاة لهؤلاء أو أي اسم لم يورد. وبالتالي أيضا ذكرتم في تقريركم أنه العراق 168 رقمه، ويعني يعتبر هذا رقم جدا كبير بالمقارنة مع الإحصائية السابقة، كان العراق رقم 162 من بين 180 دولة، الآن 168. وذكرتم أيضا في تقريركم أن هناك 6 مليار دولار من المنافذ الحدودية كإيرادات ضريبية تذهب هذه من قبل سيطرة الأحزاب والميليشيات وإلى آخره، هم المسيطرين عليها وتخرج إلى الحدود مع إيران وإلى آخره. هنالك يعني هذه الأرقام اللي إذا تخرج عندنا كلها وغير مسيطر عليها، هنالك بحث جديد لصندوق نقد الدولي بما يخص في الإيرادات الضريبية وإلى آخره المفقودة، يشير إلى أنه كل مليار دولار يتم فقده من قبل أي دولة، هذا دلالة أو أنه سيؤدي إلى تخفيض 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي. فما بالك أنتم ذكرتم 6 مليارات دولار في تقريركم، فإذا معناها إحنا كيف لنا نستطيع أن نحقق نموا اقتصاديا صحيح ونحن في خضم مثل هكذا أرقام التي هي دائما يعني يكون بالإمكان تأمين رواتب الموظفين في حال تمت السيطرة على المنافذ الحدودية ويعني سلب هذه أو منع الميليشيات من أن تستمر بسيطرتها على هذه المنافذ وديمومة عملية الفساد. مستشار الكاظمي يقول إن العجز المالي وسعر النفط الحالي لن يكفي لتأمين رواتب الموظفين، ألا يوجد في بنود الموازنة ما يمكن توفيره لتوفير الرواتب؟ طبعا ذكرتي موضوع المنافذ الحدودية وسيطرة الميليشيات عليها واللجوء إلى استقطاع المعاشات من المتقاعدين في هذا الحل الترقيعي، ولكن كيف تنظرين إلى بنود يعني الموازنة اليوم، كيف تنظرين إليها؟ يعني اولا دكتور سمير خلي ايضا ننظر الى شيء، احنا الى الان احنا لا يوجد لدينا قانون موازنه 2020 ولا حتى موازنه الطوارئ التي تحدثوا عنها، وان كانت هي اقتصاديا فكره غير صحيحه ولكن مع هذا لناخذ بها، ايضا لم تتوفر، وبالتالي لم ينوجد للعراق في 2020 لا موازنه طوارئ ولا موازنه رواتب ولا موازنه اللي هي الاصليه التي يجب ان تقر بقانون من قبل المجلس النيابي. وبالتالي احنا نعرف كلش صح بشكل يعني جيد وواضح انه العراق لا يستطيع في هذه السنه ان يعتمد اعتمادا كاملا في توفير الرواتب من أسعار النفط، وبالتالي أسعار النفط هي في انخفاض، حتى ولو ارتفعت بعض الشيء وأنا أشرت في السابق سترتفع بعض الشيء ولكنها سوف لن ترتفع وتعود كما كانت عليه سابقا. فبالنتيجة أننا إحنا أمام تخفيض إنتاج، وحتى لو لم يخفض العراق الإنتاج لأسباب عديدة تتعقد يعني تتماشى أو هذه
ترتبط بجولات التراخيص إلى آخره، وهنالك مشاكل على حصة العراق وكيفية التخفيض. دعنا أيضا من هذا الموضوع، ولكن نفكر حتى لو أننا بعنا بالإنتاج الذي إحنا متعارف عليه اللي هو 3,800,000 برميل وبسعر يعني 30 دولار كمعدل، سوف لن يحصل العراق أكثر من 41 مليار دولار، والحقيقة أن الرواتب أنت تحتاجها سنويا 50 مليار دولار. باعتماد إذا أنت سنويا نعم. أستاذ خدا، باعتماد العراق على الرواتب، عفوا على إيرادات النفط، على بيع النفط فقط من أجل سداد الرواتب للعراقيين للموظفين وللمتقاعدين، وحتى الحكومة نفسها يعني معتمدة على النفط من أجل أخذ رواتبها، وهناك حديث، هناك من يتحدث عن أرقام فلكية في مرتبات المسؤولين ومرتبات النواب. يعني في هذا الأمر، يعني الحكومة منذ عام 2003 وإلى الآن حتى اللحظة، حكومات متوالية متعددة، ولكنها لم تجلب أي حلول اقتصادية للعراق بحسب التقارير الدولية، فقط أزمات اقتصادية. نعم صحيح. يعني أيضا إحنا يعني هذه السنتين أو السنة الأخيرة اللي كلش انخفض فيها، يعني بدأ واضحا انخفاض سعر النفط، كان يعني يجب على الحكومة أن تفكر بأنها تعمل على تخفيض الرواتب، ولكن لا، ليس بتخفيض رواتب الموظفين الاعتياديين حتى وإن كان تبدأ من شريحة 600,000 دينار. يعني كلنا نعلم أنه 600,000 دينار شهريا للراتب الموظف هذا لا يعني شيء، وبالتالي حتى لو تم الخصم 60 دينار منه على أساس 10% أو شيء من هالقبيل، يعني أيضا هذا الشيء سيؤثر على المواطن بشكل واضح، وخاصة المواطن بسيط وقد لا يملك مصدر يسترزق منه مصدرا آخر. إذا لماذا لا نذهب أو نفكر بالأشياء الأخرى التي إحنا نمتلكها؟ سبق وأن أشرت، أنا دائما أشير أنه البلد هذا بلدنا العراق ليس فيه استدامة مالية، وبالتالي هذه الاستدامة المالية يعني الدولة لا تستطيع أن تفكر في كيفية أن تحصل على إيرادات إضافية بحيث تستطيع أن تعمل على تسيير موازنتها وبالتالي تسيير اقتصادها ككل. لماذا لا نفكر بمزاد بيع العملة ونعمل على توقيف هذا المزاد الذي يستنزف كثير من الأموال؟ لماذا لا نفكر بالرواتب التي أنتم ذكرتموها أيضا، الرواتب الرئاسات الثلاث، وعلى أساس أشير إلى أنه سيتم تخفيض رواتب الجهات الأخرى وإلى آخره، لكن هذا كله يعني إحنا بصدده يجب أن يكون بكفة، ويجب أن يكون بكفة ثانية هو عدم التفكير بتخفيض رواتب الموظف. شكرا لك دكتورة خداب فالح الكوبيسي من عمان، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية.